من جديد أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. دفعت ميليشيا الحوثي والمخلوع بتعزيزات عسكرية مكونة من أفراد وعتاد عسكري إلى المواقع التي كان يتمركز فيها اللواء 310 مدرع سابقا بمشارف مدينة عمران. وكانت الميليشيات أعادت خلال الأسبوع الماضي نشر مقاتليها في موقعي الجميمة والمحشاش المطلان على مدينة عمران. من الجهة الجنوبية الغربية تعتبر هذه المواقع استراتيجية حيث تطل على هذه المديرية، ومن الجهة الشمالية أيضا. ويأتي هذا التحرك من قبل الميليشيات بالتزامن مع اقتراب الجيش والمقاومة الشعبية من حدود المحافظة من جهة الجوف أيضا، حيث تواصل قوات الشرعية عملياتها لتحرير المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية. ومعي لمعرفة التفاصيل أكثر السيد صالح حطيف عضو المركز الإعلامي لمحافظة عمران. سيد صالح أهلا بك. أهلا بكم وحياكم الله في قناتكم المحترمة وجمهوركم الكريم. نعم أهلا بك صالح، يعني لو تحدثنا أكثر عن حقيقة الدفع بمزيد من الحشود حول المناطق المطلة على مدينة عمران، تفاصيل أكثر. تطورات ميدانية متسارعة من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجبهات باتجاه محافظة عمران، خصوصا من جبهة الجوف المصلوب، وعلى وجه الخصوص من جبهة المصلوب وجباليان بمحافظة الجوف، كونها منطقة حدودية مع محافظة عمران. واقتراب الجيش الوطني من مديرية حرس سيان أثار مخاوف لدى الميليشيا، مما دفع الميليشيات للانتشار في عدة مناطق، نعم، منها جبال المحشاش والجميمة المطلة على مدينة عمران. وهناك انباء مؤكده عن قيام الميليشيا بالانتشار وبكثافه في جبل اسود بحرس سيان التابع لمحافظه عمران. طيب يعني لو نريد نعرف يعني كناس حتى من خارج عمران ونعرف المشاهدين اكثر، يعني لماذا هذه المناطق بالذات ولماذا عمران ولماذا هذا التوقيت بالذات؟ بالتزامن مع تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه في جبهات القتال باتجاه محافظه عمران، وهناك مصادر ميدانيه تؤكد ان المسافة التي تفصل بين جبهة الجوف وأولى مديريات محافظة عمران وأكبر مديريات محافظة عمران هي بضع كيلوهات، وإلى أنها 9 كيلوهات فقط. نعم طيب صالح، يعني يتحدث كثيرون عن تواجد قيادات حوثية عفاشية بطبيعة الحال، تواجد قيادات في مدينة عمران، وأن عمران تمثل سور مثل ما مثلت سور أيضا لاقتحام العاصمة صنعاء. هل يكون هذا دافع كافي لإعادة الانتشار وإعادة التعزيزات بهذه الطريقة؟ نعم دون شك أن هناك قيادات ميليشيات في محافظة عمران كونها من ضمن المحافظات التي لا زالت تحت سيطرة الميليشيات، خصوصا عمران ومحافظة صعبة، لكنها تنحسر يوم بعد يوم بشكل كبير، وانهيار في صفوفها بشكل غير مسبوق، وانه ليس بمقدورها الصمود اكثر في المحافظه، كون قوات الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه على قدم وساق من تحرير المحافظه. ايضا هناك حاله كما ينقل كثيرون، حاله من التوجس لاحتماليه وجود انتفاضه وثوره داخليه من داخل المحافظه، هل فعلا توجد بوادر ومؤشرات على ذلك؟ نعم اكيد هناك العديد من ابناء محافظه عمران يشكون من هذه الميليشيات الانقلابيه التي تقوم بانتهاكات مستمره بحق ابناء المحافظه، وهناك العديد من ابناء المحافظه بل معظم ابناء المحافظه ممن يقاتلون في صفوف قوات الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه في جميع الجبهات. يعني احدهم ايضا الصحفيين والمتابعين الناشطين يربطون بين هذه التعزيزات وبين اعلان ما سمي بمجلس سياسي قبل ايام بين تحالف الحوثي عفاش، هل نستطيع الربط بين هذا؟ هل هذه احد بنود الاتفاق الانتشار حول عمران، خاصه وان هذه المناطق تشهد شد وجذب بين القيادات الحوثيه العفاشيه؟ التعزيزات جاءت تزامنا مع التقدم فقط، التقدم الذي تحقق قوات الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه هناك، وحاله من الخوف والقلق والانتشار الامني في جميع المديريات، خصوصا المديريه المحدده لجبهات القتال مع قوات الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه. طيب يعني اقتراب الجيش ايضا من جهه المصلوب وايضا من جهه نهم، هل تعتقد بان هذه التعزيزات قد تمنع او تعيق تقدم الجيش في لحظه معينه يقرر فيها القياده السياسيه والعسكريه تحرير هذه المحافظات؟ هل لدى التعزيزات القدره على صد هذه على صد مسيره التحرير؟ كما تنهار قوات
المخلوع صالح والحوثيين في جميع جبهات القتال بلا شك انها ستنهار ولن تستطيع الصمود امام قوات الجيش الوطني، والمساله مساله وقت لا اكثر. هل نستطيع القول نعم صالح، هل نستطيع القول ان الايام القادمه قد تكون ايام حاسمه بالنسبه لهذه الجبهات وهذه المناطق؟ نعم. طيب الو نعم، سألتك صالح، هل نستطيع القول بأن الأيام القادمة بناء على هذه المعطيات ستكون أيام حاسمة وستشهد هذه الجبهات يعني اشتعال واشتباكات؟ الو نعم، يبدو أن فقدنا الاتصال أو في مشكلة في الصوت. إذا صالح حطيف عضو المركز الإعلامي لمحافظة عمران كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.